جرت في كنيسة مارت أتيوس للأرمن الأرثوذكس في عمان مراسم تكريس ومباركة الصلبان الحجرية والأيقونات الجديدة. وترأس هذه المراسم النائب البطريركي للأرمن الأرثوذكس في مدينة القدس نيافة المطران سيفان غربيان، وقدس الأب أفيديس أبريجيان راعي الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في الأردن، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة في جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وممثلين عن الكنائس الأردنية والمؤسسات الرسمية والخاصة والجمعيات والنوادي الأرمنية في المملكة، بالإضافة إلى جمع كبير من المؤمنين. وبعد مراسم التكريس أقيمت في ساحة الكنيسة فعاليات فنية وثقافية، حيث شكر نيافة المطران غربيان جميع الحضور، معبراً عن امتنانه لما حظي ويحظى به الأرمن الأردنيون من رعاية ملكية سامية منذ قدموا إلى الأردن، وطن التسامح والعدل والمساواة. كما رفع صلواته داعياً بأن يحفظ الله هذا البلد أرضاً وقيادة وشعباً. اليوم المناسبة هي تكريس وتقديس الأيقونات الجديدة والصلبان الحجرية التي استقدمت من أرمينيا. يترأس القداس الخاص بالتكريس نيافة المطران سيفان غربيان الذي قدم من القدس نائبا عن بطريرك الأرمن الأرثوذكس. وتحظى كنيستنا أيضا اليوم بزيارة من مسؤولين كبار من جمهورية أرمينيا ليحضروا قدموا إلى الأردن خصيصا ليحضروا هذا القداس. وسيتم اليوم أيضا ترسيم أحد الشمامسة، وطبعا سيقوم بالترسيم نيافة المطران سيفان غريبيان.